مجلس النواب هو صاحب الولاية العامة في جميع الشؤون الرقابية على أداء السلطة التنفيذية، أداء مجلس الوزراء. واليوم الرئاسي للأسف عندما قمع السؤال ورفض منحي الوقت الكافي لتوجيه السؤال للحكومة بحجة أن القضية أو جزء من القضية منظور أمام القضاء. كيف تقوم الحكومة بالتعدي أصلا على شؤون القضاء بأن تقوم بتعيين أعضاء جدد بالهيئة، هيئة يفترض أنها هيئة مكافحة الفساد وهيئة تراقب على أداء الحكومات وعلى أداء جميع الوزارات التابعة لمجلس الوزراء، وتتحدى قرار القضاء وتتحدى أيضا القانون. أنا يعني دوري الرقاب يفرض علي أن أوجه سؤال نيابي، وقمت بذلك وأجتني إجابة واضحة من رئيس الوزراء يوضح فيها الأساس القانوني ولم يتطرق إلى القضاء أصلا. وبالتالي على المجلس الكريم وبالاستناد إلى ما أدرج في جدول الأعمال عدم التهرب من الإجابة، وحاولوا ثني عن السؤال أكثر من مرة من الصباح وطلبوا مني عدم عرض السؤال، وأنا أصريت على عرض السؤال لأن هذا واجب يفرض علي. التحدي إرادة النائب وتحدي دور النائب في كشف الأخطاء التي تقوم بها الحكومة، وللأسف أن يكون هذا بإطار يظهر وكأن أنني أتصارع مع رئاسة جلستي، يعني التي نحترمها ونقدرها. وللعلم أنا قبل ما أصعد إلى المنصة أكدت على رئيس المجلس أنني لن أناقش القضية المنظورة أمام القضاء. أنا أريد أن أوضح أن الأساس القانوني الذي اتخذته الحكومة كان غير صحيح وأن هناك مخالفة صريحة، وأريد أن أوضح للزملاء الكرام أيضا بأن إجراء الحكومة بتعيين أشخاص جدد وعدم الاكتراث إلى ما هو منظور أما أصلا منافي. وأريد أيضا أن أتطرق إلى دور هيئة مكافحة الفساد، وللعلم حاولوا بالأمس ان يتصلوا معي اجل السؤال، يعني لو كان السؤال مين اللي حكى معك عشان اجل السؤال؟ امان عام المجلس النواب، رئيس هيئه مكافحه الفساد، وزير الشؤون البرلمانيه، طبعا رئيس مجلس النواب ذات نفسه. يعني انا بستغرب لماذا هذا الدور الذي يدخر النائب بصفه الجزء الجانب الضعيف. يعني وهل يعقل ان احنا عندنا اكثر من 10,000 سؤال نيابه توجهت في حياه دوره المجالس النواب الحالي ولا اللي قبله او اللي قبليهم؟ هل يعقل ان ما في ولا خطا للحكومه؟ مع الكامل التقدير والاحترام للرئاسه الكريمه ولمجلسكم الموقر، لقد كنت قد وجهت سؤالا نيابيا إلى دولة رئيس الوزراء أسأل فيه عن الأساس القانوني الذي استندت إليه الحكومة في إحالة عضوين من مجلس هيئة مكافحة الفساد إلى التقاعد، رغم أنهم لم يكملا المدة القانونية التي استنها القانون لهم وهي 4 سنوات، وهما الدكتور إياد القضاء والدكتور عبد الهادي العلوي. وقبل أن أشرع في متن السؤال ومن خلال رئاستكم الجليلة والمجلس الكريم نخاطب الحكومة الموقرة، ومع احترامنا لشخوصها الكرام فإنما هنا نحن نتخاطب بصفة الحكومة الوزارية وبموجب سلطتها التنفيذية وبموجب الصفة النيابية والسلطة الرقابية التي منحنا إياها الدستور والذي نحتكم جميعنا له. ولتوضيح متن السؤال أيها الأخوة الكرام، فأقول أن الحكومة هنا قد جانبت الصواب وخالفت نصاً واضحاً في القانون، وذلك بالرجوع إلى المادة 6 من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 13 للعام 2016، حيث جاء في تلك المادة، ونذكر المجلس الكريم أننا كنا قد أقرينا هذا القانون في المجلس الدورة السابقة. المادة تقول إن لمجلس الوزراء الحق بإحالة رئيس هيئة مكافحة الفساد أو أي من أعضاء المجلس مجلس الهيئة. زميلي معتز، لو سمحت أكمل اللي عندي بس سعادة الرئيس. زميلي معتز، زميلي بس يعني النظام الداخلي بيحكم عملنا كلنا، والقضية الآن منظورة أمام القضاء. أنت الآن أجل سؤالك لحين الانتهاء القضاء وبعدها لك الحق. السؤال معروف إلنا كلنا. يا
يا زميل 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 المعتز، السؤال معروف، القضية معروضة أمام القضاء، لا يجوز مناقشتها. الأمين العام، السؤال الذي لي. سؤال رقم 13، كتاب معالي وزير الأشغال العامة والإسكان. أنا ما أخمعك معتز، ما أخمعتك، أنت زميلي ولك كل احترام والتقدير، ولكن النظام الداخلي هو الذي يحكم.